ووضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج خاص لتجهيز الثنائي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر علشان يتم الاستعانة بيهم في لقاء القمة ضد الزمالك النهاردة في المباراة اللي هتتلعب على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري، وده بعد تعافيهم من الإصابة اللي سبق وتعرضوا لها. اتصدر احمد فتوح وعبد الله جمعه لاعبي فريق النادي الزمالك قائمه ابرز 7 غيابات عن الابيض امام الاهلي في المباراه، ويغيب عن قائمه الزمالك في مباراته قدام الاهلي 7 لعيبه هم محمود حمدي الونش وابراهيم نداي ولده للاصابه، وتم استبعاد احمد فتوح وعبد الله جمعه ومحمد طارق ويوسف حسن وحسام اشرف لاسباب فنيه. وعالميا، اتعادل بايرن ميونخ مع فريق لايبزيج بنتيجه 1-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجوله 16 من مسابقه الدوري الالماني. وكمان اكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف في صفوفه المصري النجم المصري محمد صلاح على صعوبه مواجهه تشيلسي اللي هتتلعب النهارده على ملعب انفيلد في قمه الجوله 21 من الدوري الانجليزي الممتاز. وقال كلوب في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: هتكون مباراة صعبة، جرهام بوتر بيحب اللعب بأسلوب معين وده أمر واضح جدا، نحن نريد الاستمرارية، وضد ولفرهامبتون كنا أشبه بنسختنا السابقة، تشيلسي ما زال جيدا جدا لكن علينا التسبب بمشاكل لهم. كلوب قال كمان: تشيلسي الفريق الوحيد اللي لديه قائمة إصابات مشابهة لنا. نادي برشلونة الإسباني أعلن انتقال الهولندي ممفيس ديباي مهاجم الفريق لصفوف أتلتيكو مدريد لحد صيف 2025 مقابل 3 مليون يورو بالإضافة لمليون يورو متغيرات. ونشر نادي برشلونة بيان رسمي على موقعه وقال فيه: نوصل أو توصل نادي برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد إلى اتفاق لنقل اللاعب ممفيس ديباي، ويتضمن الاتفاقية خيار شراء يانيك كاراسوكو ولكنه خيار غير إلزامي. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لباسانتو وشاذلي علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.